إذا طلاب، بعد ما تعرفنا على طريقة إيجاد الإنفرس المصفوفة، فنجي بهذا الجزء نتعلم كيفية حل المعادلة يعني linear equation باستخدام المصفوفات. راح يكون عندنا طريقتين حتى نحل المعادلة اللي تكون linear equation باستخدام طريقتين من أنواع من الحل. أحد هاي الطرق هي matrix inverse method اللي هي شرحنا سابقا كيفية إيجاد الانفيرس، فنستخدمها حاليا في أحد طرق هذا الحل. طبعا بس اكو شغلة بهاي المحاضرة دزيت لكم، اكو شي تعدلوه لأنه ما مستخدم نفس الرمز اللي احنا شرحنا عليه. عندنا مصفوفة الكوفكتر، احنا اتفقنا وشرحنا انه هي نرمز لها بالرمز CIJ لأنه هاي السي ماخذيها من كلمة الكوفكتر، فهنا هو جاي يرمز لها A، فانتو هاي الA تاخذوها C، يعني كل الحالات تاخذوها سي بدل الاي حتى لا يعني يتخربط عليكم الشرح. نجي هسه اول شيء شنو يعني الجبر لينير الجبريك اوكيجن. عندنا ينطينا معادلات مكتوبه بهذا الشكل، هذا شيء نسميه، هذا نسميه معادلات تكون بالجبريك فورم. يعني عندنا هنا هذين نسميهن الثوابت، والاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 نسميهن المتغيرات. من يعطينا معادله بهذا الشكل ونجي نريد نكتبها، اول خطوه نكتبها بشكل المصفوفه. شلون نكتبها بشكل المصفوفه؟ راح نعزل المتغيرات بجهه والثوابت بجهه والناتج بجهه. نجي لهذا الجزء الـ A11 والـ A12 والـ A13 والـ A21 22 والـ 23 وهكذا، ذن كنا ناخذهن وبحثهن نرتبهن بهذا الشكل على شكل مصفوفه بدون ما ناخذ الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. يعني شنو؟ يعني ناخذ هن بدون هذا الجزء، بدون هالمتغيرات، ناخذ فقط الكونستانت ونرتبها بهذا الشكل المصفوفة. بعدها راح نجي ان هاي المتغيرات اللي هي هاي الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 نرتبهن بعمود وبحدهن ونخليهن في حالة ضرب ويا من ويا العناصر اللي رتبناها سابقا. الجزء اللي بعده اللي هو بعد علامة اليساوي، بعد علامة اليساوي عندنا هاي الناتج، هذا كذلك نرتبه بهذا الشكل. يعني لو نجي ناخذ حاليا مثلا لو كان عندنا 5x زائد اكو فعد ملاحظة انه هنا مو شرط تكون x1 وx2 وx3، ممكن x y z، ممكن x1 x2 وx3. خلنا ناخذ هسه مثال على الحالتين، x1 زائدا مثلا 6x2 زائدا ناخذ خلينا 2 في 2 افضل، وهنا عندنا مثلا x1 زائدا x2، هنا يساوينا 1 وهنا يساوينا 2. هسه هاي هي معادله نجي نريد نحولها الى شكل مصفوفات ونحل هاي المعادله. اول شيء من يكون عندنا معادله، من يقول لك حل المعادله شنو معناتها؟ الحل معناتها نجد قيمة للإكس 1 ومعناتها نجد قيمة للإكس 2، يعني هنا نجد رقم وهنا نجد رقم، فمعنى أنه نحل المعادلة معناتها إيجاد المجهول الموجود بالمعادلة. فمن نجي نريد نجد هذا المجهول لازم نرتب المعادلة على شكل مصفوفة. فشنو قلنا؟ قلنا راح ناخذ الأرقام فقط بدون أي متغير ونرتبها. راح ناخذ شكل المصفوفة، راح ناخذ شكل المصفوفة. أول شي شنو عندنا؟ خمسة، اللي بعدها شنو؟ ستة. هنا أنا ماكو أي شي، فمعناتها هو واحد والواحد ما ينكتب، وهنا كذلك ما عندنا أي شي فمعناتها واحد. بعدها نفتح مصفوفة تكون على شكل عمود فقط، شنو نخلي بيها؟ نخلي بيها فقط هذني، بس ما نخليها بصورة أفقية، نخليها بصورة عمودية اللي هي الاكس 1 والاكس 2. ما ناخذهن هذا وهذا وبعدين هيجي، لا ناخذهن بصوره عمود ويساوينا ان المصفوفه مالت النواتج كذلك ناخذها بشكل عمود، فراح ناخذ 1 و2. فاول شيء راح نرتب بهذا الشكل وبعدين نبدا نحل. هسه لو ناخذ مثال مثلا 5 واي، العفو خلينا نخليها اكس، هاي اكس زائدا مثلا 6 واي زائدا زت يساوي 1، و واي
زائدا زد تساوي 2، وفلنفرض 5 أو 2 إكس زائدا زد تساوي 3. هسا هاي شلون نرتبها؟ أول شي قلنا راح نفتح هذا شكل القوس الخاص بالماتريكس، راح ناخذ فقط الأرقام الموجودة ونكتبها. هنا شنو عندنا؟ عندنا 5، وهنا عندنا 6، وهنا عندنا 1. هنا أنا الإكس ما موجودة، بما أنه هي ما موجودة معناتها مضروبة في صفر، ولأن قيمتها تساوي صفر فانحذفت ما انكتبت، فمعناتها نضع بمكانها صفر. الواحد الواي هنا ماكو شي يمها، فمعناتها اكو واحد، والزد معناتها اكو واحد. نجي لهنا، الاكس شنو يمها؟ يمها 2. الواي ما موجودة، فمعناتها اكو صفر في واي ورايح كله محذوف فما كاتبي، اذا معناتها صفر بالواي والزد تساوي لنا واحد. زين، هسا نجي نفتح المصفوفة مالت المتغيرات، قلنا نكتبها بصورة عمودية، هي راح تكون اكس واي زد حسب الترتيب للمعادلة الاولى، راح نكتبها شلون هم مرتبين اياها، او احنا نعيد ترتيبها مثلا، ولازم من نرتبها نغير الصفوف والاعمدة. وتساوين هنا شنو راح يكون عندنا؟ 1 2 3. بعد ما نرتبها هنا نبدي نحلها. شنو يعني نحلها؟ يعني نجد قيمة اكس وواي وزد. اذا الطرق الحل عندنا طريقتين، الطريقة الاولى نسميها الماتريكس انفيرس ميثود، الماتريكس انفيرس ميثود. هاي الطريقة هي نستخدم بيها الانفيرس اللي استخرجناه سابقا. احنا شنو قلنا؟ قلنا الحل هو ايجاد المتغير، فلو كان عندنا هذا هو الاكس يمثل المتغير الموجود بالمجموعة بصورة عامة، وراح يساوينا الانفيرس في المصفوفة R. المصفوفة R هي هاي المصفوفة الخاصة بالنتائج، والاكس تمثل النهاية مجموعة المتغيرات، سواء اكس اكس 1 اكس 2 اكس 3، او سواء يعني هاي الاكس ممكن تكون عبارة عن اكس بواي بزد، ممكن تكون اي رمز اخر، ممكن تكون اكس 1 اكس 2 اكس 3. المهم انه هي المصفوفة المتغيرات بالسؤال، والR تمثل مصفوفة النتائج في السؤال. فهسه لو نجي ناخذ مثال ونشوف شلون راح نستخرج، اذا هذا هسه هو القانون، هذا هو القانون الخاص بالماتريكس انفيرس ميثود. لو نجي ناخذ مثال يقول سولف ذا ايكويشن الجبريك ايكويشن، يقول لك حل هاي المعادلات الموجوده، ولو فرض عليك باستخدام طريقه الانفيرس، فراح نبدي نستخدم طريقه الانفيرس. أول خطوة لازم نسويها هو نكتب المعادلة بشكل مصفوفات، يعني ما يصير نخليها بشكل يعني معادلات، فنحولها بهذا الشكل. قلنا راح ناخذ الثوابت، نكتب هنا الإكس يمها 1، الواي يمها 2، الزت يمها 1، وهكذا نكتبهم كلهم. بعدها إيش راح يصير عندنا؟ بعدها راح يكون عندنا تترتب بهذا الشكل. زين، بعدها هاي جزء الزد راح نكتبه، هاي اللي هو الاكس والواي والزد. بعدها هذا الجزء مالت الواي راح نرتبه بهذا الشكل. زين، هسه رتبناها، الجزء اللي بعده شنو هو؟ نجد الانفيرس. الانفيرس حتى نجده نحتاج اولا، احنا قلنا الانفيرس القانون مالته هو الادجوينت على الديترمينانت، نحتاج نجد الادجوينت. الادجوينت قلنا شنو معناته؟ الجوينت هو، خلينا نوضحها بهاي هنا، اول شيء نحتاج نستخرجه يعني حتى نحل المعادله. فهسه شنو عندنا؟ المتغير اللي هو هذا يمثل لنا شو يساوي الاي انفيرس في من؟ في مصفوفه النتائج. الاي انفيرس شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الجوينت للاي على يمين على الديترمينانت للاي. زين، هسه الادجوينت شنو هو؟ الادجوينت للاي يساوي لنا مصفوفة الكوفكتر اللي نستخرجها، نستخرج ترانسبوز. النان اللي هو الكوفكتر شلون نستخرجه؟ يساوي لنا سالب 1 اي زائد جي في الماينر اللي هو الاي جي. هذا الماينر شلون نستخرجه؟ نستخرجه عن طريق
يعني وضحناه بالمحاضرة بخطوات معينة. فإذا هسه شنو احنا عندنا؟ هاي الخطوات هي اللي راح نمشي بيها بالتسلسل إلى أن نصل لهاي الخطوة بالأخير ونحل السؤال. فإذا هسه نبدي أول شيء راح نجد الماينر. قلنا الماينر شلون نجده؟ مثلا الأمون ون معناتها نحذف الصف الأول ونحذف العمود الأول. شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا هذا الجزء، ناخذ الديترمينيت إلي، هاي الشختين قلنا هذا معناتها ديترمينيت، فاحنا راح ناخذ الديترمينيت للشيء المتبقي. فاحنا اخذنا هسه ديترمينيت، بعدها شنو هو الام؟ نجد الام واحد الى اثنين، رعناتها ايش راح نسوي؟ رعناتها راح نلغي هذا الصف وهذا العمود. شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا اثنين سالب واحد وسالب واحد واثنين، نجد المحدد الهن. شلون نجد المحدد الهن؟ راح نقول اثنين في اثنين، هذا في هذا ناقص هذا في هذا، اثنين في اثنين ناقص سالب واحد في سالب واحد يعني واحد، فشو يساوينا؟ يساوينا اربعة ناقص واحد ويساوينا ثلاثة. بنفس هاي الطريقة راح نمشي عليهم كلهم، واضح؟ بنفس هاي الطريقة راح نمشي على الام، الام واحد الى ثلاثة، يعني الام واحد الى ثلاثة ايش راح نسوي؟ نلغي هذا الصف وهذا العمود. ايش راح يبقى عندنا؟ يبقى عندنا هاي العناصر، نجد لها المحدد. شلون نجد لها المحدد؟ نقول هذا الرقم في هذا الرقم وهذا الرقم في هذا الرقم، يعني راح نقول اثنين في واحد ناقص سالب واحد في ثلاثة، واثنين في واحد ايش قد؟ اثنين، ناقص هاي اشارة سالبة ونحطها ويا هاي الاشارة السالبة راح تصير موجبة، فصير اثنين زائد ثلاثة شو يساوي لنا؟ خمسة، وها هي الخمسة. وهكذا راح نمشي على باقي الأجزاء، يعني واحد واحد. بعد هيش راح يصير عندنا؟ بعدها راح يكون عندنا تتكون عندنا هاي الماتريكس، هاي احنا نرتبها، هاي نرتبها، ناخذ هاي العناصر اللي استخرجناها كلها نرتبها هنا. بعدها نجد الكوفكتر عن طريق هذا القانون اللي وضحناه سابقا، راح نجد هاي المصفوفة مالت الكوفكتر. هسه نجد الأجوين، طبعا هاي من تحلوها بديكم تاخذ وقت ويعني وتحتاج الى عمليات صحيحة. قلنا هاي بالمحاضرة تغيروها ال اي اي جي تاخذوها سي اي جي، كل اي جي بالمحاضرة عندكم خلوها سي اي جي، اللي يمها اي جي مو اللي اي بوحدها، هاي مصفوفة بس هاي اللي اي و اي جي سووها سي اي جي. فبعد ما نجد الكوفكتر عن طريق هذا القانون، هسه الأجوينت شو يساوينا؟ يساوينا الترانسبوس، يعني شنو؟ يعني هذا راح يصير عمود وهذا راح يصير العمود الثاني وهذا راح يصير العمود الثالث. هسه شنو نحتاج؟ نحتاج نجد الديترمينينت اللي هو المحدد، المحدد للمصفوفة، وضحنا سابقا خطوات إيجاده. هسه نجي الى خطوه الانفيرس. وضحنا هنا الديترمينت شلون ممكن نجده، بعدها نوصل الى الانفيرس. الانفيرس هنا شو يساوي لنا؟ الادجوينت على الديترمينت. فهذا الديترمينت قلنا احنا هذا من نكتبه نقول واحد على الديترمينت بوحده والمضروبه في الادجوينت. واحد على الديترمينت هو هذا الديترمينت ويصير واحد على ستة، والأجوينت هو هذا اللي استخرجناه سابقا راح نضربهن بهذا الشكل. هسه تنتبهون لهاي الخطوة، لأن شنو عدنا؟ عدنا اللي هي بعد إيجاد الانفيرس راح شنو نسوي؟ راح نضربها حتى نجد المتغيرات. هسه ناخذ الاكس هنا راح نفتحها بهذا الشكل، نكتبها x و y و z لان احنا هاي المتغيرات اللي عندنا بالسؤال واللي نريد نجدها. هذا الجزء هو هذا نفسه يعني، وبالنسبة لها هي مصفوفة النتائج. زين، هسه نجي الى اشياء ممكن نضربهن. هاي قلنا هذا راح يكون عبارة عن حاصل ضرب، شنو هو؟ عبارة عن حاصل ضرب مصفوفتين، واحنا عرفنا شلون نضرب، واضح؟ فراح نضرب الصف الأول في العمود الأول ويا الصف الثاني في العمود الثاني والصف الثالث في العمود الثالث. زين، فبعد ما نضربهن هذني نطبق عليهن قانون الماتريكس مولتيبليكيشن، حاصل ضرب مصفوفتين، الناتج مالتهن وينه؟
الناتج مالتهن هذا. هذا الناتج راح ندخل عليه الواحد الى ستة فراح تطلع لنا هاي القيم. يعني هسه الاجابة النهائية للسؤال ايش راح تكون؟ راح تكون انه الاكس والواي والزد تساوي، نانا نفتح مصفوفة شنو تساوي عندنا؟ 1 0 2 1 0 2 يعني شنو؟ يعني الاكس تساوي 1 والواي تساوي 0 والزد تساوي 2. هذا هو نسميه الحل المصفوفة السوليوشن، العفو السوليوشن لللينير اوكيجن. لو ناخذ هسه مثال ثاني وهي عبارة عن مصفوفة 2 في 2، مصفوفة 2 في 2 راح تحتاج الى وقت اقصر. فاول جزء قلنا اول شيء نحتاجه انه نرتب، نحول من هذا الشكل الى شكل المصفوفات. ثبتنا المتغيرات، عندنا فقط اكس وواي. نجد الماينر مثل ما تعلمنا سابقا، وبعد هاي المصفوفة اللي هي الكوفاكتر بنفس الطريقة السابقة. الأجوينت هو مصفوفة الكوفاكتر، نجد لها نسوي لها ترانسبوز، يعني يصير هذا هو العمود وأول وهذا العمود الثاني. بعدها نجد الديترمينت اللي هو عبارة عن 2 في 1، قلنا هذا الديترمينت للمصفوفة قلنا نجد عن طريق حاصل ضرب هاي 2 في 1 وسالب 1 في 1، وهاي هي النتيجة مالته. بعدها نوصل إلى جزء وهو إيجاد الانفيرس، فراح نضرب 1 على الديترمينت في الأجوينت. بعد إيجاد الانفيرس اللي هو هذا، نطبق القانون إنه الإكس في واي راح يساوينا الانفيرس هذا اللي استخرجناه، واضح؟ مضروب في مصفوفة الآر. هذول الجزء نفس الحالة راح نطبق عليه قانون، هذا الجزء راح نطبق عليه قانون الماتريكس مولتيبليكيشن، يعني مثل ما تعلمنا بالماتريكس مولتيبليكيشن. وهاي النتيجة مالته نضربها في 1 3، فالنتيجة النهائية راح تكون بهذا الشكل، معناته الاكس تساوي 2 والواي تساوي 3.